ثم نحكيو على وضعية الطالب سامي بن إبراهيم من قصر هلال، طالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، اللي ينجح بتفوق ونجاح وكان الأول في اختصاص، وتم تكريمه من قبل أحد الجامعات الفرنسية اللي بعثوا له فيزا وبعثوا له باش يقرأ في الجامعة هذه، ولكن صار التعطيل من الجامعة التونسية. كيفاش التفاصيل مع والد سامي سي المنصف إبراهيم، معنا بالتليفون سي المنصف. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا سي جمال، مرحبا بك سيدي. جمال في ستوندار، زهير معك في المباشرة. أهلا سي زهير، مرحبا بك وسلموا على جمال. هاي فرصة باش تسلموا على جمال بقديدة. هاي سيدي، دونك ولدك سامي من المتفوقين، طالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، والحقيقة يتفوق بنجاح في الاختصاص متاعه، يجي الأول. تبعث له جامعة فرنساوية تقوله باش تجي تقرأ، ولكن شو اللي صار؟ اللي صار سي زوير أنه ابني تقدم مرتين بمطلب في التأشيرة وقعوا رفض المطلب، باختصار لأنه الجهة التونسية متقاعسة وفما أهمال وتقاعس وإخلال بالواجب واضح. كيفاش؟ شنو التقاعس اللي صار؟ معناته شنو اللي كان من المفروض تعمله الجهة التونسية وما عملتوش؟ الجهة التونسية تصور أنه يعني الجامعة الفرنسوية بعثت الابني معناتها إيميل علموه فيه بأنه مقبول في إطار تعاون دول للدراسة في برنامج إيراسموس بلس، وحطوا له معناها مرافقة طويلة معناتها محترمة، حطوا فيها التفاصيل كل أنه عنده بورس، أنه عنده يعني مساهمة في مصاريف التنقل متاعه من قبل الجامعة الفرنسية، معناتها الإعانات والمساعدات الكل. ليه بالضبط الجامعة التونسية ما بعثتلوش، ما كلموهوش أصلا، ما بعثتلوش، ما كلموش حتى بالتليفون، قالوا له يا سامي اتصل بينا باش مثلا عندك الموضوع الفلاني ولا حاجة، ما كلموهوش جملة. هي الجامعة الفرنسية بعثت للجامعة التونسية، ما بعثتش اون بيرسون معناتها لولدك كيكا. بعثت لولدي، بعثت لولدي ميل بي؟ ابني بعد ما اتصل بالميل هذاك بدا يتحرك ويتكون في الاوراق المثبته للوضعيه نتاعو وكذا. وقت اللي تقدم مرتين بالمطلب التاشيره، المره الاولى يقولوا له الملف نتاعك خلي مما يفيد انك ماشي تدرس وممكن عندك غايات اخرى، وكذلك لانه عاد ما هو عنده الميل اللي جاه من الجامعه من برا من غادي، اي دونك نورمال وثائق ومريقله وثائق واضحة، لكن ما تعرف المستجدات الأخيرة أنه نقصوا من النسب صحيح باش يخرج للخارج، وابني يتحط ممكن في لأنه ما كانش فيه دعم من الجامعة التونسية، كان فيه مفروض تو جامعة هذه مش تبعث إنسان متفوق للخارج، نسويه الجامعة هذه بالجامعات الرياضية ولا حتى الجامعيات الرياضية في جوه مثلا مش يخرج للخارج، الجمعية نتاعو تحيط به وتعمل له هي اللي ديمارس مع دونك حسيت انه فما تقصير من الجامعة التونسية في مساعدته في اتمام الوثائق الضرورية باش ينجم. ما كلموهوش وتوا عملوا له تليفون حتى مشينا توا سامي مشى يقرا ولا ما مشاش؟ ما مشاش. هو الشيء اللي قارنا معناتها حتى كي مشينا لهم وكذا تحس بالبرود وتحس بالإهمال وتحس بعدم الاهتمام، كانوا مثل عابرة تصور انسان يقرا 20 عام وينجح متفوق وعنده مسار دراسي استثنائي، ولدي كان ممتاز جدا قرا في الليسيتيلوس ونجح وكذا ويقرا ياسر، ولدي يقرا ومتفوق. الاختصاص هذا فيه 18 طالب من الجامعه من الجمهوريه التونسيه ما عندي يقولوا له تاع نمذج افكار معناها ينجم يخدم في لابوراتوار في المستوى الدولي وكذا، عندنا متفوق ياسر، كان يشوف الدفعه هذه انه مش يخرج الخارج معناتها مش تحل له افاق وشوف يعني العالم ونسيب سويد، وفرحنا تطور معنا ابنك يا اخي صارت كل التعطيلات مالورزمو ببرود من الجامعة التونسية، مما خلاه اليوم اش يعمل سامي اليوم؟ ابني انا عمل هو الماستر بتاعه، عمل الماستر دو وقاعد يبحث معنا يشوف في الامور ويدبرش معنا، يعني نحب نقول في المختصر شوف يعني المكافأة في تونس نتاع المتفوقين كيفاش تولي إهانة وبهزلة، مش مكافأة، مش مساعدة، مش ناس تقف معاه، مش شكون يجري باش ينجم يخلط له الأوراق، ما عملوش أصل حتى التليفون ما عملولوش. واضح. دونك يعني فما مطلب تحب تتوجه به لوزير التعليم العالي اليوم وإلى للمسؤولين؟ بعثنا جواب لوزير التعليم العالي، اكيد راهو خذي المعلومات عندي، بالك شي ما وصلش الجواب يجي نقول لك ها، وانا ناكد لك البرنامج هذا مسموع، كان فما حاجه قولها تو، قولها له، احسب روحك تحكي مع الوزير. الديشارج جاتني سي زهير، الديشارج جاتني، نحب نقول المختصر
انه المعامله نتاع السلطات معناتها الاداريه في تونس بخصوص مثلا الوزاره هذه وزاره التعليم العالي هي التي تدفع دفعا بالشباب التونسي للهجره وللنقمة على هذه البلاد. ما له لازمه هو يخرجوا ناقمين معناتها اللي يرجعوا لهنا يرجعوا مثلا يمشيوا للخارج ويرجعوا فما شكون رجع من الخارج ورجع للخارج عاود رجع لانه من المسؤولين كما هذوما يحبطوا لانه ما يلقاش شكون يعطي قيمته وقدرته وكفاءته خاصه اللي جرى عليها سنين. واضح. شكرا لك منصف ابراهيم، بارك الله فيك والد سامي بن ابراهيم، وتحياتنا لسامي ان شاء الله يكمل ويواصل ويشد الصحيح، واللي عنده حلمه باذن الله يخلط لها ان شاء الله. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك.